53 ألف. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بداية كل الله وصلنا على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن جليتش جديد سريع وخفيف. طيب في البداية نضغط مربع ونروح إلى رمز الجزيرة. هذا رمز الجزيرة الظاهر أمامكم. طيب أول ما حيبدأ الجيم حيجيبنا هنا. قبل كده إحنا سوينا جليتش في الطور ده، بس هذا الجليتش جديد. طيب نيجي هنا وننزل إلين هنا، شايفين؟ تدخل هنا وتطلع فوق هذه وترقص اي رقصة تعجبك، بس شوف وحيظل شغال. 53 ألف، هذا ليفل. انا نشوف حيعطينا ليفل ثاني ولا لا، يعني تقريبا ليفل. طيب انا طلعت هنا ودخلت الطور ثاني مرة من الصورة دي. خلينا نشوف دحين اذا سويت التحدي ثاني مره، اللي قال الجليتش ثاني مره حيديني اكس بي او لا. طيب خلينا نطلع هنا نرقص. ايوه والله يعطيك نفس ال اقل من الاول بشويه، يعني اول اعطاني 53 ألف، دحين اداني 43 ألف اكس بي. طيب انا رجعت ثالث مره، هذه ثالث مره دحين ارجع. اما تبغى تدخل ثاني مره او ثالث مره ترجعوا من هنا، لا تخرج من الطور الابداعي وترجع، لا. تمام. طيب خلينا نشوف ثالث مره حيعطيني كمان اكس بي او لا. نطلع اوكي ونرقص. استني يعطيك، يعني اول مره اعطاني 53 ألف، بعدين اعطاني 45 ألف، الحين اداني 38 ألف، يعني كل شوية يقل شوية شوية. يعني انتوا حاولوا تسووا 3 4 5 مرات، يعني حيمكن حتحصلوا لكم ليفلين مرة كويسة وليفلين ونص. تمام، ان شاء الله يكون الجلتش عجبكم، واذا توفر معايا جلتش كويس وسهل حنزله في قناتي. كذا وصلنا لنهاية مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.